مش لسه هتستنى؟ طب ما تحجز يا ابني عادي، ايه المشكله؟ ارجع رجاله، مش بقول لك احمد يتعب، كان هيقع يا اخي. ليه ليه؟ سلام، طب كده الاخبار يا نجم؟ عامل ايه؟ انت هتغير ولا هتفضل؟ انت عارف كل خميس لازم يقابلنا ناس جديده. انا ما انا بصراحه الخميس بالذات بحب اجيب الناس الجديده كلها، لا عشان اشوف نشوف الناس. ايه حجز الساعه كده؟ عدي 10 بس عشان يبقى انت خدت العشرة الاولانية. اذا بدأت تاني سخن بس عشان رجلك ما ما عشان في تغيير وتغيير. يلا بس اسخن، بس اسخن. حلو حلو هذا علي ده. يا ماشي زي هتطلع 10، انت كده كده متاخر ال 10. انت كده كده متاخر 10. انت عارف احنا واقفين من هنا من امتى اساسا؟ 10 بالظبط، من الساعه 10 و10 اهي. ما ترن، ما انا اعرفك يعني، مش المفروض ترن عليا انا فين؟ انا موجود، لان الواتس بقى اكون ملخوم مع الناس. العب الساعه، العب العب. مستوى عامل ايه بقى؟ مستواك عامل ايه؟ ما عشان انزلك مع فريق. اللي فريق من اللعب ولا اللي فريق من اللعب؟ اي حاجه. ما هو كده احنا هنلخبط الدنيا، مش مهم، هننزل واحد هنا والناحيه دي. بمشي يعني. كله بيمشي. قوي ولا تعبان قوي؟ طب كويس. هات يا ريت. تطلع الكرة بره؟ هتطلع الكرة من بره نوقفها، نجيب واحد واحد. حط هناك مع الشنط اللي بتاعتنا اللي هناك. معلش بس اصل كان عندي ربع ساعة فما ينفعش اوقف اكتر من كده، هي المفروض 10 و10. لما يجي وقت ينزلني من الدنيا. اه طبعا. فوق فوق، يلا 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 خش مع زمايلك. فاول. ايه ده؟ يا انت كده كده كنت بره، بس كنت في اللعب ولا بره؟ انا تقيل عليك. معاك زمانك يا مهدي. حلوة يا مهدي، حلوة يا مهدي. حلوة. خدها. استنى. ليك واسطة يعني.
يا ولد يلا تسمعش كلام احطها تاني مقفوله خالص. ادي المهدي ادي المهدي. ماشي ماشي يا ابن اللعيبه شوت العب حلو يا مهدي. يا محمود انت تعبت ولا ايه؟ اجري يا حوده، ده انت لسه في ساعه كمان، ده لسه في ساعه كمان يا حوده. العب العب كمل عادي، كانت في صالحك وزميلك. ارجع شوت. حرام العب ازاي؟ ازاي كلمتك فيها 100 مرة؟ ارجع مع زمايلك ارجع. انا كلمتك في النقطة دي أكتر من مرة. في واحد يصدق هنا واحد يصدق هنا وأنتوا ثلاثة على واحد. ده مش جون خالص، ما الجون ده هناك في الحجز اللي كان هناك 10، بنلعب جون في الحجز اللي هناك ده. ايه هتلاقي 10 دقايق وهتلاقي الناس 2-1 كده؟ ها يلا يا رجاله لسه بدري لسه بدري. يلا خش خش خش. ما هو 10 برضه زيك زيه. 10 زيك زيه. انا هنقعد بقى نغير الجون ويجي يقول لك انا لسه خارج من الجون زيك. ما تشغلش دماغك، اخوك هنجيب اخوك مكانك. طب ده مش الشطر اللي علينا اخوك. اه على اساس ان اخوك مش هيطلع يعني. ماشي حلوة حلوة حلوة. يلا كورنا هو كان احسن. يلا حلوة حلوة. يلا رجالة عنده هنا يا مهدي. العب جماعي يا مهدي. العب جماعي. واحد طلع لك هنا واحد طلع لك هنا. يلا كورنا كورنا. اتنين ورا ليه؟ كورنا. ايه؟ لا ايه ده؟ قوم بقى قوم بقى وراك وراك. مره على الكره دي كورنا كورنا. معاك اهو فاول فاول. لو رجعت من زميلك غصب عنه خلاص يعني. ازاي يعني؟ ما ده قانون. ايه الجون يمسك؟ مش فاهم. هو الجون بيمسك طبعا. يا رجاله انتوا تعبتوا ولا ايه؟ لا 10 و10. لا لسه 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 يا عم لسه. انت العشرة بتاعتك اللي بتطلعهم بتوجع قلبي ودماغي. احنا ما لعبناش 10 احنا لعبنا 10. ساعة كام يا؟ ما لعبناش 10 يعني. انت شفت الفرق؟ لا ده انا هقول له والله. هيك انت تقدر تكمل الباقي بس. يا عم انا قلت لك تعالى العب انت وريك. ماشي. انا عايزك انت تيجي تلعب قصادي. حاضر. قوم بقى. يا عم محمود انت رايح جاي ليه كده؟ ما تجري اما يخلص. بس هيخلص يطلع. اجري معاه انت. حلو حلو يا وليد. لسه في اللعب.
الكره الوحيده اللي عملها بقى. مع بعض مع بعض. مشكلة عايزين نجيب واحد بنفس المستوى اللي بره. حلو. ها؟ ايه؟ هي جت كده بالصدفة مش مقصودة. لا بس اللعبة حلوة. ايوه اللعبة النهاردة أحسن من اللعبة الأربع فرق. هي مش هي الناس اللي بتيجي ولا احنا اللي بنجيبها، هي الناس اللي بتيجي. لا بس اللعبة الله ينور عليك. ها؟ الله ينور عليك نزلنا بقى. ايه ده يا عم العرض دي؟ العرض عمال رايحة جاية، العرض رايحة شوت. لا 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 ما تسمعش كلامه. يعني هو مين لو حطيتها انت حلو؟ اللي بيقول لك شوت من الفريق الثاني ما تسمعش كلامه. اي حد بيكون في دول الشوط هنا او هنا. اه انت انا بقول بعمل حاجه يعني عشان نخرج لسه ايه 24 لسه بادئ. انا قلت ايه؟ لسه بادئ 24 دقيقة واحدة وانا يا عم انت وجعت دماغك بالدقيقة. انا نحسب بتاع فريقي هنزل انا هزيد شوت يا محمود اخيرا. ده جاي واحد